اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. بداية أترحم على أرواح شهدائنا شهداء الكرامة والحرية والإباء. أنا الرائد علي محمد أيوب من أهالي مدينة الرسن ورتبات اللواء 61، وهذه هويتي. أعلن انشقاقي عن الجيش الأسدي المجرم وانضمامي إلى الجيش السوري الحر بسبب تحول مهمة الجيش من حماية الوطن والشعب إلى قتل الشعب ونهب الوطن وخيراته وحماية الأسد والشبيحة. وأعلن عن تشكيل كتيبة الحمزة وانضمامها إلى لواء خالد بن الوليد في الجيش السوري الحر. مهمة الكتيبة: 1. الدفاع عن المتظاهرين العزل وحمايتهم من عصابة الأمن والشبيحة. 2. الرد على أي اعتداء من قبل قوات الأسد على شعبنا السوري الأسد. عاشت سوريا حرة أبية، والنصر قادم بإذن الله. إلى القسم، إلى القسم. أقسم بالله العظيم، 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 أن أكون خادماً وفياً، أن أكون خادماً وفياً لشعبي ووطني، لشعبي ووطني، وأن أبذل روحي ودمي، وأن أبذل روحي ودمي في سبيل تحرير هذا الشعب من الظلم والقهر، في سبيل تحرير هذا الشعب من الظلم والقهر، وإسقاط النظام الفاسد، وإسقاط النظام الفاسد حتى آخر قطرة من دمي، حتى آخر قطرة من دمي. والله على ما أقول شهيد، والله.